إفريقيا، وبالتالي المساهمة في ضمان الاستقرار في القارة مع الحرص على التركيز على التنمية البشرية. وكان السيد مزوار قد وقع إلى جانب وزير الخارجية الإسباني محضر الاجتماع الأول للجنة المشتركة المغربية الإسبانية الذي يحدد بالأساس أولويات التعاون فيما يتعلق بالحكامة والتنمية ومساعدة الفئات الهشة. تستمر قناة العيون في فضح الخروقات الجسيمة لجبهة البوليساريو، حيث توصلت القناة بتسريب جديد من مخيمات تندوف يتبرأ فيه شباب التغيير من حادث إحراق مقر الشبيبة بما يسمى مخيم السمارة. لنتابع. أولا، نحن شباب التغيير في هذه الحملة الدعائية اللي اتهموا فيها شباب التغيير على المسؤول عن حادثة الحريق في مقر الشبيبة. نحن نستنكر هذا العمل المشيب. لهذا السبب قمنا بالتحري عن الحادثة تتبع القضية، توصلنا عن جميع الموظفين اللي يشتغلوا في مقر الشبيبة، كانوا يدخلوا الطافلات في الليل، من شاف أحد الشبان أخته تمرق من هذا المقر في الليل مع أحد الموظفين تملكوا الغضب وشقايز في مقر الحرب، وهذه هي الأسباب التي توصلنا لها عن الحادث. اثنان، هذه الحادثة في منطقة غريقاو عصابته واتهموا شباب التغيير عنه مسؤول عن الحريق. نحن شباب التغيير كملنا حملة تنمية ولا فيها الحريق ولا فيها العنف ضد أي أحد سوى هو منهم. هذه الحملة نحن قايمين بها خصيصا لتوعية الصحراويين باش نعطوهم صورة حقيقية عن هذه القيادة اللي واخذين حق اليتيم وحق الأرملة وحق الصابين شباب التغيير. أول شيء يحرقوا قريقاو ودار الشلاد المنعول السيد أحمد البطل ودريك، ونشدوا على الصحراويين عن حملتنا واقفين فيها دائما إن شاء الله، ولا خايفين من حق ولا هي من عادتنا نحرق المؤسسات ومطالبنا معروفة وما لنا متنازين عنها مهما كان الثمن. ثالثا، رسالة من الشباب التغيير إلى جميع الصحراويين. نحن مجموعة كبيرة من الشباب، فينا اللي كان تابع المؤسسة العسكرية الجيش، وفينا اللي كان في المؤسسات المدنية، وفينا اللي كان عاطي عن العمل. نقول بصوت واحد، نحن أحرار ولانا قابلين قيادة كون الثورة على حساب التوجينة وشتاتنا ومعاناتنا، واللي لحنا في هذا قيادة واللي لحنا في هذه قيادة كلي. السلام عليكم. عاش شباب التغيير وبالاتحاد شباب التغيير بالاتحاد يقطع رؤوس الفساد. شباب التغيير قوة والقيادة ذي تدوى. حملتنا حملة سلمية ضد العصابة الإجرامية. عاش شباب التغيير. هي محاولة إذن لتلفيق التهم إلى حركة سلمية وضعت في صلب أهدافها محاربة الفساد، فساد قيادة ديكتاتورية متعنتة تعنت. لن يزيد شباب التغيير إلا إصرارا في فضح المستور لدى جبهة البوليساريو. تقرير الغالي الكوارة. نعم، هي حملة سلمية ولا مكان فيها للعنف ولا للتدمير، هكذا يصف شباب التغيير حراكه وهو يستنكر ما رمته به قيادة البوليساريو متهمة هذه الحركة بالتورط في إحراق مقر الشبيبة بولاية سمارة. شباب التغيير يؤكد أن حركته التجديدية هي بالدرجة الأولى توعوية وتهدف ودون نزاع لإصلاح الوضع ووقف الاستنزاف والاستغلال الإنساني المكرس على أرض الحمادة منذ عقود، بعدما مضت إذن في تنفيذ إرادتها في تغيير الوضعية المتعثرة. ومنذ أمد بعيد هي حركة التغيير الشبابية تتعرض لما توقعته منذ بدء انطلاقتها وانطلاق حملتها التجديدية والداعية إلى بطر يد السطوة الحاكمة وتمكين ساكنة مخيمة تندوف من حقوق غيبت في معظمها وحل محلها اللجوء القائم على المعاناة والشتات. حركة التغيير الشبابية بمخيمة تندوف في مواجهة التهم الملفقة كرد فعل لتوجهها التوعوي وحراكها الكاشف لعمق الفساد المستشري داخل قيادة البوليساريو.
هي حرب إصلاح تواجهها الحركة وتبرئ من خلالها شبابها مما يتعرضون له من تهم، وتعيد توصيف فلسفة عملها الهادف للتجديد والإصلاح وكسر حواجز الخوف وتيارات العزلة والتمييز من أجل وضعية اجتماعية عادلة يتوق آلاف الصحراويين للعيش في ظلها، لكن تحت قيادة قادرة على بسط الأمن وإيفاء هؤلاء اللاجئين الصحراويين كافة حقوقهم دون حيف أو زور أو تمييز. بالعيون، نظمت الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية بمشروع الحكم الذاتي والتنمية المستدامة جولة تضامنية حول الحكم الذاتي بالصحراء. الجولة قادها إلى جانب أعضاء الجمعية وفد فرنسي يضم رجال سياسة واقتصاد، محمد مصطفى خيا ومحمد مشنان. الجولة التضامنية مع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تميزت بتنظيم لقاء تواصلي جمع عدد من ممثلي المجتمع المدني المحلي بالعيون بالوفد الفرنسي والذي يضم رجال سياسة واقتصاد، وقد تطرق هذا اللقاء لعديد القضايا ذات الصلة بأهمية مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية وكذا مستوى التطور الهام الحاصل في مجالات حقوق الإنسان والحريات. جبنا معنا وفد فرنسي لسببين، السبب الأول وهو بغيناه يشوف الحرية الديمقراطية اللي كنتمتعوا بها داخل بلدنا من طنجة للقويرة، يعني ما عندنا المغرب متوحد، ما عندنا الداخل مستقر والغير ذاك ما مستقر، احنا مستقرين في المغرب من طنجة للقويرة الحمد لله. وثانيا جاوا باش يشوفوا المنطقة للاستثمار، والحمد لله عجبتهم المنطقة وشافوا بأننا كنتمتعوا بحرية، وتكلموا عن مشروع الحكم الذاتي من مدعمين مشروع الحكم الذاتي، وغادي يوصلوا هذه الرسالة للشعب الفرنسي والمجتمع المدني. فرحانين بهم، ولله نقول لهم عنهم يلحقوا لدولتهم ولأنفسهم، عنهم يكونوا بجانب الحل اللي صالح للصحراويين كانوا في المخيمات وكانوا في الأقاليم الجنوبية، عنهم يوحدوا فكرة هي هائلة وصايبة لهم هو الحكم الذاتي. وفي ذات الإطار نظمت ندوة حول الحكم الذاتي والتنمية الأقاليم الجنوبية، وقد تطرق المشاركون فيها لتطور مؤشر الاستثمار بذات الربوع وكذا ضرورة إيجاد حل عادل نزيه وشفاف لقضية الصحراء. جد سعيد لانضمامي لهذه القافلة والتي أتاحت لنا فرصة اكتشاف هاته الربوع من المملكة، والبعثة جد مسرورة بهذه القافلة أيضا، حيث هي المرة الأولى التي تزور الجهة والتي تتمتع بالحرية والديمقراطية كباقي جهات المملكة. نحمل المجتمع المدني المسؤولية ونحمل المجتمع الدولي يعني عدم شرعية هذه المخيمات، ونحمل الجزائر مسؤولية التاريخية والأخلاقية تجاه معاناة أهالينا داخل مخيمة تيندوف، ونقول لقادة بوليزاريو حان الأوان على أن يقضوا موقف رجولي على أنهم فشلوا في رهان المرحلة وفشلوا في استكمال مخططات جهنمية ممولة مزعومة من طرف الجزائر. وتأتي هذه الجولة التضامنية في إطار سلسلة زيارات ميدانية لوفود أجنبية داعمة لمجهودات المغرب بأقاليمه الجنوبية. في الشأن التربوي، وبمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وفي إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وإحدى الشركات العالمية للنظم المعلوماتية، تم تنظيم دورة تكوينية لعدد من رجال ونساء التعليم في تقنيات الحاسوب، وتم توزيع شواهد في ختام الدورة بمقر الأكاديمية وبحضور ممثلي عن الشركة العالمية بالمغرب. تم يوم أمس بمدينة العيون تأسيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية للأطر التوجيه والتخطيط التربوي استكمالا لهياكل الجمعية على الصعيد الوطني. الجمعية التي تضم في أعضائها مستشار ومفتشو التوجيه والتخطيط تشكل قوة اقتراحية وشريكا فعالا لوزارة التربية الوطنية عبر المساهمة في خدمة المدرسة المغربية ورفع مجموعة من التحديات للنهوض بقطاع التربية والتعليم بشكل عام. يأتي هذا اللقاء
لتأسيس الفرع الجهوي لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء في إطار استكمال الهياكل ديال الجمعية المغربية لأطر التوجيه وتخطيط التربة. هذا التأسيس هو حقيقة كنا ننتظره هذه سنين، ولكن اكتمل الآن الأمر ونضاف فرع جهوي إلى مجموعة من الفروع اللي كتوصل الآن 42 فرع في الجمعية على الصعيد الوطني. الجمعية المغربية لأطر التوجيه وتخطيط التربة تضم مفتشين ومستشارين، مفتشين في التوجيه ومستشارين في التوجيه، مفتشين في التخطيط ومستشارين في التخطيط. تربويا دائما احتفلت يوم أمس إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بالعيون بنهاية الموسم الدراسي. الحفل تميز بعرض لوحات فنية تظهر إبداع التلاميذ لتشجيعهم على المزيد من التفوق والعطاء. عياد السرتي ومحمد مشنا. بعد موسم كامل من الجد والعطاء داخل حجرات الدراسة، تأتي لحظة الاحتفال بنهاية الموسم الدراسي. لوحات فنية ووصلات موسيقية من إبداع تلاميذ المؤسسة اختارت من الحفاظ على البيئة شعارا للاحتفالية، فرصة للتوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة. كنحتفلوا بالقرب يعني بنهاية موسم الدراسي 2013-2014. كننظموا هذا الحفل تحت شعار بيئتنا إرث الأجداد وأمانة للأحفاد، قصد تحسيس الناشئة والجيل الصاعد بالحفاظ على البيئة والحفاظ على الكرة الأرضية التي نعيش فيها. Nous célébrons le dernier jour de l'année scolaire 2013 et 2014 par cette grande fête. Nous célébrons le dernier jour de l'année scolaire de 2013 et 2014. في الشأن الديني، أحيا المجلس العلمي المحلي بطاطا بالتنسيق مع المديرية الإقليمية للشؤون الإسلامية والوحدة الإدارية الإقليمية بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين العرس القرآنية السادس لفائدة طلبة الكتاتيب القرآنية. الفعاليات الدينية تسعى إلى تشجيع حفظ وتجويد القرآن الكريم. حافظ محضار وخالد تريكزي. احتفالية بهذه المجرى القروية بمن أتموا حفظ القرآن الكريم، حدث انضمت إليه حشود من ساكنة القرية وفق طقوس متوارثة عن الآباء والأجداد تبرز العناية والاهتمام بكتاب الله عز وجل وسمو مكانة طلبة الكتاتيب القرآنية الذين حفظوا كتاب الله وأتقنوا قواعد التجويد. هذا يوم مشهود وهو اليوم الذي يشهد الدورة السادسة لهذا المهرجان، مهرجان حفل تخرج تلامذة كتاب أقيز نكاد، وهذه بادرة طيبة من هؤلاء السكان ويدل على عنايتهم واهتمامهم بكتاب الله عز وجل حفظا ومدارسة وتدريسا. هذه الاحتفالية الدينية تعد تقليدا سنويا تحرص الجهات المتعددة على إحيائه بما يليق ومكانة هذا الحدث في كيان ساكنة المنطقة، تظاهرة تساهم في حفظ طلبة الكتاتيب القرآنية على الإلمام بضوابط الحفظ والتجويد، فضلا عن تشجيع المدررين على المزيد من العطاء والبذل. أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العرس القرآني الذي يشرف عليه مجلس العلم المحلي لطاطا ومندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية مع ساكنة أقايز نكاد. نشكرهم جزيل الشكر على هذا المجهود الذي بذله في إنجاح هذا العرس، العرس السادس على التوالي. تظاهرة دينية إذا تصون طقوس عريقة تمسك بها أبناء المنطقة، غايتها حفظ طلبة الكتاتيب القرآني على إتمام حفظ القرآن الكريم وأدائه ضبطا ورسما كما تلقوه عن الشيوخ. الورقة الرياضية للنشرة تنقلنا إلى مدينة سمارة وتحديدا مع الأجواء الاستثنائية وانتزاع فارس الأقاليم الجنوبية وداد سمارة تذكرة العبور نحو نصف نهائي كأس العرش على حساب بطل المغرب فريق مولودية مراكش.
يوسف زعواطي، مبارك الباز، وفاطمة الزهراء الفحصي. جنوبية الهوى رحلة الكأس الفضية هذا الموسم، أو هكذا تبدو في قمة مبكرة كتب لها أن تكون داخل أسوار قلعة الوداد. حتمية العبور ساقت بطل المغرب صاحب لقب الثنائية إلى حافة الممكن من المستحيل، فدك حصن الوصيف لتعطيل ماكينة الذاهي التونسي محمد المسعودي أمام أقوى جماهير الألتراس من عشاق الحصان الأسود وداد السمارة مهمة ليست باليسيرة، أو على الأقل هذا ما تومئ به عناصر المولودية خلسة. المقابله ديالنا ضد وداد السمارة ما تكون سهله، فريق تلعب امام الجماهير ديالو في محلو، يعني هذا العام فريق وداد السمارة عنده واحد التوازن كبير، يعني قدر ان المدرب محمد المسعود انه يخلق واحد الانسجام واحد يعطي واحد التوازن للفريق، فاحنا عندنا احنا حاملين لقب، يعني احنا مضطرين نلعبوا على الحفاظ على الورقه ديال الحفاظ على يعني اللقب ديالنا. هي مباراه متساويه الحدود، فالحدود متساويه لا لوداد السمارة ولا مولوديه مراكش، لان مولوديه السمارة مو هو الفريق اللي كنا نعرفه من قبل. السنه الماضيه هو وصيف البطل، هاد السنه عنده كل المكونات باش يمكن له ينتازع لقب او لقبين، فهو من الفرق القويه هاد السنه، عنده عناصر قويه، عنده مدرب اللي هو كان لاعب كبير منتخب تونس، وعنده مو مكونات ومسيرين اللي من الطراز الرفيع في خدمه الرياضه المغربيه. على صفيح ساخن انطلق حوار المدرستين التونسية والمغربية، أبناء المخضرم البوح الديوي دخلوا مبكرا في تفاصيل المقابلة بوزع تحقيق الاستباقية على صبورة النقاط، مسعى تفطنت له عناصر الوداد، فكان أن استثمرت المرتدات الهجومية بحرفية عالية ألهبت حماس الألتراس بالمدرجات. مبدأ تكافؤ الفرص هيمن على أنفاس الجولة الأولى قبل نهايتها بفارق هدفين لصالح المستضيف وداد السمارة. هيجان المحليين نحو عرين العملاق فريق المولودية اتخذ شكلا صريحا خلال الجولة الثانية، واقع تجاوز معه الفارق 5 أهداف في فترات متباعدة من عمر جولة جاءت ودادية السطوة والأداء. أبناء عاصمة النخيل كان عليهم انتظار صافرة النهاية لوقف نزيف الأهداف بواقع 27-23 لصالح الوداد. لا أخفي عليك بأنني أول مرة سعيد بهذا الإنجاز هذا. علاش؟ لأنه من بعد 10 سنوات ديال التضحية وديال المجهود، اليوم الحمد لله ولينا كنجنوا الثمار ديال هذا العمل. فريق وداد السمارة الآن في المربع الذهبي ديال كأس العرش، أزحنا البطل اللي فاز بالكأس والبطولة لسنتين متتاليتين. احنا الحمد لله الان في نصف النهايه، الاحد الجاي عندنا مقابله مع الجيش باش ان شاء الله نطلعوا لفاز فينال، والحمد لله هذا هو الهدف اللي كنا كنقلبوا له، وكنهني اللاعبين ونهني هذا الجمهور الكبير اللي حضر وساند الفريق منذ بدايه المقابله. نبغي نهدي هذا الفوز والانتصار النصف النهائي لهذا الجمهور هذا اللي حج لهذه القاعه وساندنا طوال الموسم، وكنبغي نهديه كذلك للمكسب اللي قايم بجهودات جباره، وكذلك السيد المسعودي اللي هو الكوتش اللي رغم يعني المده القصيره فهو خدم معنا وعطانا الشيء الكثير، وفي الاخير فباقي قدامنا يعني السيمانه الجايه الجيش نتاهلوا ان شاء الله للدومي فينال ديال البطوله، وان شاء الله احنا لاعبين على الازدواجيه هذه السنه لهذا الجمهور هذا اللي في الحقيقه جمهور كيستاهل الالقاب وجمهور ديال الالقاب. كنا كنعانيو بزاف هاد السنتين الماضيتين، لانه هاد السنتين الماضيتين خدموا مكتب مسير بواحد جهد كبير باش يكونوا واحد الفريق باش ينافس على الالقاب. من بعد ما تحتنا الفرصه العام هذا ولينا كنستقبلوا في التيران ديالنا، ولات عندنا واحد الاريحيه كبيره في الفوز على الفرق الاخرى اللي كنقاو معها صعوبه كبيره في الملعب ديالنا، والحمد لله سالينا البطوله الوطنيه في الدور الاول، سالينا احنا الثانيين في المركز الثاني بتصنيف واحد مع صاحب المركز الاول بنفس النقاط، وحنا دابا مع صاحب المركز الاول تلاقينا معاه في ربع النهايه، والحمد لله ربحناه وغادي ندوزو للدومي فينال وغادي نربحو عاوتاني الدومي فينال، وان شاء الله الا بغى الله غندوزو الفينال ونفرحو بالمدينه ونخليو لها الكاس ان شاء الله. وديما وداد، الوداد يرد دين الموسم الماضي بسنفونية أهداف قادها باقتدار المايسترو محمد رشيد حامد. فوز مستحق يجهض أحلام البطل في معانقة الكأس الفضية هذا الموسم. قراءة في جديد الصحف الوطنية صادرة يوم غد في تقرير لعياد السرتي.
نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية الأحداث المغربية، والتي كتبت: حذر الخبير السويدي ماغنوس نوريل من أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الإرهابي يجند أعضاءه من ضمن عناصر البوليساريو بمخيمات تندوف بالجزائر. وكشفت الأحداث المغربية أن الخبير السويدي أوضح خلال اجتماع نظم مؤخرا بمبادرة من مجموعة التفكير المنتدى العالمي الحر لستوكهولم أن تنظيم القاعدة الذي يجند أعضاءه من ضمن عناصر البوليساريو بمخيمات تندوف يتعاون مع جماعات إرهابية أخرى. وكشف المتحدث أن القاعدة جندت مسؤولا كبيرا في البوليساريو لتنفيذ هجمات باسم الجماعة في بعض البلدان من ضمنها النيجر. يومية المساء كتبت في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء: اضطرت عناصر الجمارك بالجهة الجنوبية إلى الاستعانة بنظام معلوماتي متطور لوقف زحف مافيات التهريب. هذه الأخيرة تمكنت في ظرف وجيز من إغراق أسواق المدن الكبرى بالسلع المزورة والمواد الغذائية والأدوية المهربة والأجهزة الإلكترونية. وذكرت المساء بأن إدارة الجمارك استعانت بنظام معلوماتي متطور يمكن عناصر الجمارك والدرك من كشف حمولة الشاحنات الكبيرة التي تدخل عبر طريق معبر القرقرات وبيرغندوز. هذا الأمر ساعد في حجز كميات مهمة من السلع المهربة الأسبوع الماضي. صحيفة أخبار اليوم المغربية كتبت في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء أنه في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل غارسيا مارغالو إلى المغرب وإجرائه مباحثات مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، جرى الإعلان صباح اليوم بالرباط في لقاء صحفي عن اعتزام العاهل الإسباني الجديد فيليبي السادس إجراء زيارة إلى المغرب قبل حلول شهر غشت المقبل. ومن صحيفة هيسبريس نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف، وجاء فيها: كشف وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل غارسيا مارغالو عن موقف بلاده الداعم لحل تفاوضي في قضية الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة مع تثمين العرض المغربي للحل ممثلا في منح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية. وذكرت هيسبريس بأن هذا جاء خلال لقاء الجولة التي يقوم بها رئيس الدبلوماسية الإسبانية للمغرب، وفي اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية صلاح الدين مزوار. في بلاغ توصلت به القناة، ينهي الكاتب العام للجنة الجهوية للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين إلى علم كافة المتقاعدين المنحدرين من الجيش الفرنسي والجيش الإسباني وذوي الحقوق أن يبادروا بتسجيل أسمائهم ومعلوماتهم عن الخدمة في هذه الجيوش لدى مكاتب الفروع المحلية العيون أسمرة بوجدور الطرفاية المرسى، وذلك قبل شتنبر 2014. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الشيخ والشيخ والعروسي الفقيد، ينتمي لقبيلة أولاد دريم لوديكات. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم العروسي والسيدي محمود والمهدي عن سن تناهز 79 سنة، الفقيد ينتمي إلى قبيلة العروسيين. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل اللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس بالأقاليم الجنوبية. غدا إن شاء الله يرتقب تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل، الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 13 درجة ببوجدور و 21 درجة بأوسرد، في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 35 درجة بآسا 19 درجة بسيدي إفني. في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان عموما. طلوع الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 7:02، أما غروبها سيكون عند تمام الساعة 8:44 إن شاء الله. أما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي: 42 درجة بنواكشوط، 38 درجة بنواذيبو، 36 درجة بكل من باماكو وتندوف،
مع تسجيل 25 درجة بالعاصمة الرباط. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية quarkas.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأب ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. أطيب المنى وفي أمان الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع ناتالي بيتزر، صحفية سويدية من وكالة الأخبار السويدية تي تي. And I was here and it was a very very strange. كنت هنا وكان الوضع رهيبا جدا. You would have policemen, security every single, you know, 10 meters. And the civil, the local population, they were not allowed to speak to foreigners. So you can go and visit the prison. يمكنك زيارة السجن وهو ما كان مستحيلا منذ سنوات. يمكن لأي الاحتجاج. You have these, you can protest. You can have these meetings. The thing with Sweden is that it is a country of the most extreme. المسألة بالنسبة للمملكة السويدية هي قطعا مسألة تضامنية مع القضية الفلسطينية وتيمور الشرقية مثلا، فبلدنا يعرف بتضامنه مع الشعوب التي تعاني. Solidarity with all the oppressed people. مشاهدي الكرام اهلا وسهلا بكم اينما كنتم داخل او خارج ارض الوطن في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم الاسبوعي الفضاء الرياضي. يسعدني ان ارحب واياكم بضيفي في حلقه بلاتو برنامج الليله السيد بوعزاز حيجوب الكاتب العام لنادي جوهره الصحراء الليميم لكرة القدم. سيد حجوب أهلا وسهلا بك. شكرا على الاستضافة. إذن من مدينة قليميم ستكون البداية، حيث توج فريق الجمعية السلوية لمسابقة بطل لمسابقة كأس العرش في كرة السلة عقب فوزه على فريق أمل الصويرة بحصة 83 مقابل 72 في المباراة النهائية للموسم الرياضي الحالي والتي دار طرحها بالقاعة المغطاة لمدينة قليميم. الفريق السلوي يحقق لقبه السابع في تاريخ النادي فيما عدا لقب الإناث لفريق النادي المكناسي لينضاف اللقب الثامن لخزينة الفريق وهو اللقب الثامن تواليا. لنتابع. بحضور جماهيري غفير بالقاعة المغطاة لقليميم وفي أجواء احتفالية انطلقت المباريات النهائية الخاصة بمنافسات كأس العرش لكرة السلة. البداية كانت في صنف الإناث في نهائي مثير جمع بين فريق النادي المكناسي وفريق أمل الصويرة. المكناسية تمكن من خطف اللقب عقب فوزه على أمل الصويرة بفارق نقطتين 57 مقابل 55. اللقب الثاني اللي حققناه فهاد السنة هذه فهو مستحق برغم أن الفتيات لعبات أنهم داروا أكثر من المجهود ديالهم، فاحنا يا كنا العزيمه ديالنا والاراده ديالنا والطموح ديالنا من مدينه مكناس ضربنا الطريق بعيده على اساس باش نديو الكاس معنا. فعادي ان المقابله دازت صعوبه ولكن الحمد لله احنا سيطرنا على المقابله والفوز كان للنادي المكناسي. ما حرفناش الحظ كما كنتي كتشوف المباراه كانت شاده ورزه، يعني جوج النقط هي اللي خلات الفرق. على غرار الإناث لم يتمكن فريق أمل الصويرة ذكور من مجاراة قوة فريق الجمعية السلوية
الفريق السلوي الذي تخطى فريق المغرب الفاسي في نصف النهائي دخل المواجهة بقوة وفرض سيطرة مطلقة على كل مجريات أشواط المباراة، الشيء الذي مكنه من توسيع الفريق إلى 18 نقطة وحسم اللقاء لصالحهم بحصة 83 مقابل 72. احنا يا لعبنا ان بو ديفونسيفمون ضعاف، ils étaient très agressifs en attaque, le rebond ils ont dominé fin premier carton بداية اللي كانت خايبة لا ميتون حاولنا نرجعوا في الماتش مي ما صحتناش الحظ. هذه ثمرة ديال واحد الموسم اللي بديناه من اول الموسم، توجنا اليوم بكأس العرش اللي هي كأس غالية بالنسبة للفريق الجمعية السنوية، فالحمد لله هذا التتويج هذا ان شاء الله ما غاديش من هنا ان شاء الله باش نحققوا بزاف ديال الألقاب ان شاء الله من هنا مستقبلا. المسار ديال الفريق هذه السنة كان مسار طيب، كان ناقصو هذا التتويج بهذا الكأس العرش، هذا الكأس الغالية على مدينة سلا اللي هو التتويج السابع، وكنظن ان هذا يعطينا دفعة قوية باش ان شاء الله نلعبوا على البطولة اللي في الأسابيع المقبلة باش نحاولوا نكونوا أبطال ديال المغرب، وهذا كأس العرش هو السابع. وفي ختام هذا العرس الرياضي الكبير شرف وزير الشباب والرياضة سيد محمد أوزين على تسليم كأس العرش للفرق المتوجة بحضور والي جهة الميمة السمارة ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة. إذن لقب كأس العرش لفريق نادي المكنس إناث كان الثاني على التوالي والثامن في خزينة الفريق. الروبورتاج كان بعدسة الزميل الحنفي بيبة. أضحت مدينة إقليميم خلال السنوات الأخيرة مرت على إجراء عدة منافسات وطنية، فبعد نهائي البطولة الوطنية للموسم الماضي في كرة اليد اختار القائمون على الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة أن تكون مدينة إقليميم مسرحا لنهائي منافسات كأس العرش. عوامل ضمن أخرى تؤكد بالملموس على أن مدينة إقليميم بوابة الصحراء أصبحت تتوفر على بنيات تحتية رياضية تؤهلها لاحتضان أقوى البطولات. الحافظ محضار والحنفي بيبة. البنيات الرياضية التي رأت النور بعاصمة وادن على امتداد السنوات الأخيرة باتت تستقطب أبرز الأحداث وكبريات التظاهرات والمنافسات الرياضية الوطنية، فبعد احتضانها للأدوار النهائية لمنافسات صفوة كرة اليد الموسم المنصرمة، ها هي القاعة المغطاة بقليميم تستأثر بالاهتمام مجددا باستقبالها لنهائي كأس العرش لكرة السلة.